يعاني الأردن كباقي دول العالم من ظاهر التغير المناخي من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، ومن هنا جاء مشروع النظم البيئية ممول من قبل جي زد مشكورين لعمل ورقة سياسية للأردن للحفظ النظم البيئية والتنوع الحيوي، وأيضا للحد من عمليات التحطيب والرأي الجائر وتحديد عمل المزارعين في هذه المناطق المحمية. نحن الآن في وادي اليرموك، مسار سحم البيئي. صراحة أنا فخور جداً بهذا المكان الجميل اللي في تنوع بيولوجي رهيب، والحلو في تاريخ وفي آثار وفي أيضاً أسرار جميلة. خلونا نكتشف المكان. احنا مجموعة من الشباب منطقة سحم الكفارات، هوايتنا الطبيعة. سمعنا عن دورة عقدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، مشروع الاستخدام المستدام للنظم البيئية في الأردن بالتعاون مع محمية اليرموك، وأخذنا هاي الدورة واستفدنا من هاي الدورة اللي هي بناء قدراتنا على الدلالة المحلية والبيئية، ترسيم ممر سياحي وجمع المعلومات عنه بشكل علمي، بنينا استراحتين لاستقبال الزوار وإظهار مظهر جميل للمنطقة، مما خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في منطقتنا، وأصبح عملنا بشكل منظم ومؤسسي. SGIZ, we are supporting the Jordanian government, the Ministry of Environment, in enhancing the national consideration of ecosystem services through measures on the policy level in the civil society, for example, by building up university networks and working with the national media, and also on the community level by supporting community-based organizations, enhancing their livelihood and socio-economic situation by using the local biodiversity and ecosystem services, selling and marketing their products on a local and national scale. مشروع جمعية النشميات الشعل التعاونية هو دعم من GIZ اللي أمنونا مركزين، اللي هو مركز التسوق ومركز الإنتاج المطبخ، بحيث عملونا معدات كاملة لهذا المركز. هذا المشروع ساهم بتمكين المرأة الريفية لعرض إنتاجها ومنتوجات اللي كانت تشتغلهم بالبيت، صرنا نحط لها إياهم بالجمعية. هون بدور الجمعية صرنا نعرض لها إياها بالبازارات بالمولات. صار هذا المشروع يأمن للمرأة الريفية دخل إلها ولأسرتها.